السلام لقدس عظيم كامل طاهر حكيم يا لك له التكريم. السلام للشهيد بنو بولدا بن عيسى من مريم القديسة ويا أبوه مكر. السلام للشهيد بنو بعد 12 سنة انتقل للسماء وتركوه في صبا. السلام للشهيد بنو ذهب لكنيسة الأبرار ليتناول من الأسرار في وداع ووقار. السلام للشهيد أبنوا في عظة القدس سمع عند كليديانوس واضطهاد لشعب يسوس. السلام للشهيد أبنوا بذهب القدس وباع الذهب والمتع وعطاه للجياع. السلام للشهيد أبنوا بويصلى إلى الله يطلب مكان الولد لينال إكليل الشهادة. السلام للشهيد أبنوا ظهر الملاك ميخائيل من قبل عمانوئيل ووعدوا بلا كليل. السلام للشهيد أبنوا بأمر الوالي بجلده 4 مرات على بطنه فخرج تحشاه. السلام للشهيد أبنوا بأتى الملك وشفا ومن الوالي نجا وقام بكل قوى. السلام للشهيد أبنوا صار الولي كالمجنون وقال الكوف السجون مع إخوان المسيحيون. السلام للشهيد أبنوا شجع كل المسجونين فتمسكوا بالدين وقالوا نحن مسيحيين. السلام للشهيد أبنوا أمر الولي بتجمعهم وقتلهم بأجمعهم أكثر من 1000 عددهم. السلام للشهيد أبنوا فعلق أبنوا على سار المركب واتجه إلى تريب. السلام للشهيد أبنوا نازف أنفه وفى فأتى الملك وشفى وفك رباطه. السلام للشهيد أبنوا شلا ولسام الند وعامي الجنود فأمنوا بالحي الموجود. السلام للشهيد أبنوا أعلنوا إيمانهم فعفى الرب عنهم بصلاة قدسهم. السلام للشهيد أبنوا واعترفوا بالمسيح أنه الإله الصحيح الذي فيه نستريح. السلام للشهيد أبنوا اختز وليترب من ايمانهم العجيب فقطعهم اربان اربان. السلام للشهيد أبنوا
وأتى القديس ودعان يقف وسط الولا فلم يخشى أمر السلام للشهيد بنو فأمر بتعذيب بكي جسده وحرق أعضاءه السلام للشهيد بنو فأتى يسوع وشفى من الحارق نجا وبالملائكة قوى السلام للشهيد بنو وقطعوا رجليه وأيضا يديه ليقضوا عليه السلام للشهيد أبنوا بأتى الملك وشفى ومن الوالي نجا وقام بكل قوى السلام للشهيد أبنوا وبعد عذابات شديدة وقسوة مريرة نال إجلي للشهادة السلام للشهيد أبنوا بتسبيح اسمك بأفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الشهيد أبنوا بأعيننا أجمعين التمجيد والتقديس لمن طبع الجودة الذي اختار القديس العظيم بشنودة نشأ هذا القديس بقرية من أخميم ويسوع رب التقديس ألبسه الإسكيم اختاره منذ الصبا ودعته أم ليلة شنودة ما أحلى تفسيره ابن الله والدو المبارك فكر وبدا يقول
نذهب ونتبارك من أنبابك الأنبابك الخالو تنبأ بيعلا ونطق بأفضل أنه أبو الرهبان السلام للأنباش نودى رئيس المتوحدين السلام للأنباش نودى قاهر الشياطين السلام للغيور الذي حضر المجمع وبكى تنصر عسى أن يرجع السلام لموسى الجديد واضع الناموس بك يليق التمجيد للرب القدوس السلام للأنباش نودى المحامي عن الإيمان السلام للأنباش نودى معلم الربان السلام لمن تحلى بكنيسة الأبقار والمسيح له تجلى وكشف له الأسرار السلام للمبرور الملتحف بالنور منه يفوح بخور نعمة وبهجة وسرور السلام للمتحلي بالفضائل المسيحية ونور متلالي ينير في البرية اشفع في الحاضرين يا سراج الربان واجعلهم ثابتين في نعمة الإيمان طوباك ثم طوباك يا مرشد النفوس الملائكة ترتلك أكسيوس 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 تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي الأنباش نودى أعنا أجمعين أكسيوس أباشنوتي بأرشي السلام لك يا ميخائيل رئيس جند السماوات ملاك السلامة والتليل خادم رب القوات ألبسك حلة وكليل شرفك بأعلى الدرجات ويسمك ميخائيل تمسير وعظيم القوات قلدك بسيف النقمة وملك حكمة ورحمة وعطاك بوق النعمة في القيامة والزحمة ملك الله قدرة ويعطاك سيفا من نار ووهبك عزم ونصرة صاحب سطو ومقدر صارت سطنايل من على مرتبته واسكنته وطن الويل وإلى الأرض طرح جعلت الجحيم مسوى وعسكره قدامه وطعام النار جوا ولا تمحي جرامه رياسته ومرتبه
كتبتها سكرك ملكها وجلست على تخت طغماتك زانوها جميع جند الشياطين يصرون من اسمك فزعين حين قل يا ميخائيل يولولون منكسرين سلام عليك دايما يا مدبر كل الجهات يا ولي سر النعمة يا رئيس كل الطغمات صنعت عجائب شتى مع البرد أرثيوس وإمارته ثوب استوى وفمي أرسطرخوس السلام لك يا ميخائيل يا من بشفاعتك قد أغنيت المسكين الراجي البطل جميع كل عظامي تصيح النهار والليل وأنا بطول أيامي أقول يا ميخائيل السلام لك يا ميخائيل يا صاحب الصيت الفاخر يا معظم بالتبجيل ذو العجب الباهر السلام لك يا ميخائيل يا معونة للمساكين يا قوة لكل هزيل يا شفيع في المخلوقين سلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب سلام لك يا ميخائيل يا شفيع في المخلوقات الطالب عن مياه النيل والزراعات والأثمار سير اسمك في أفواه كل المؤمنين هل كل يقولون يا إله ميخائيل أعنا أجمعين Shit.